تعالوا كده نبدا نقول كده خبرين ونسخن بيهم الاخبار اللي معانا النهارده في صباحك ومطرحك. واول خبر معانا من وزاره الصحه والسكان واللي اعلنت امبارح تسجيل 479 حاله اصابه جديده بفيروس كورونا ووفاه 48 حاله وخروج 928 من المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم. طبعا كده اجمالي عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا وصل ل 92,062 حاله، ضمنهم بقى كان 33,831 حاله شفاء و 4,606 حاله وفاه. الحمد لله يعني العداد بيقل يوم عن التاني، نفضل بس ملتزمين عشان نعدي الفتره دي على خير، او حتى كمان عقبال ما اللقاح ينزل خلينا نحاول نحافظ على نفسنا ان شاء الله خير 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 جدا 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 جدا. دكتورة هالة زايد بقى وزيرة الصحة والسكان أعلنت تقديم الخدمة الطبية ل 152,840 مريض من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان، وده طبعا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار 100 مليون صحة، واللي طبعا أطلقت يوم 20 يونيو اللي فات، وده لحد امبارح الرقم ده اللي هو 152,840 مريض. مبادرات طبية الحقيقة مهمة جدا بتتم عن طريق وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناس كثيرة جدا بتتجاوب معاها من ساعة طبعا مبادرة مثلا فيروس سي ومبادرات صحة المرأة. نتمنى يكون في مبادرات أكتر كمان للقضاء على أو للكشف على أمراض أكتر. المبادرة دي مهمة جدا جدا جدا، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، لأن كتير جدا من الشعب المصري بيعاني من أمراض مزمنة. الوفيات اللي حصلت لكورونا النسبة الأعلى منها كانت أصحاب الأمراض المزمنة، يعني مبادرة مهمة جدا، ونتمنى كلنا أن احنا لو حد بيعاني من أمراض مزمنة أو بيتعالج من أمراض مزمنة تعالوا ينضموا للمبادرة دي علشان يتعالجوا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة طبعا تحت شعار 100 مليون صحة. 100 مليون صحة ده التارجت اللي احنا عاوزين نوصل. تعالوا نكمل الأخبار اللي معانا النهاردة في صباحك ومطرحك على الراديو 90-90. وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التقديم إلكترونيا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للسنة الدراسية الجديدة من خلال الموقع الرسمي للوزارة. التقديم بالمناسبة بدأ من يوم الخميس اللي فات وهيستمر لمدة 15 يوم. ناخد بالنا أن التقديم ده علشان لو عايزين نشتغل في المدارس المصرية اليابانية. كمان امبارح كان تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة القاهرة عشان يطوروا مبنى تابع للجامعة وتحويله لمركز للإبداع وريادة الأعمال. تعالوا نخش نشوف أخبار العيد إيه. ووزارة الزراعة أكدت أن المنافذ التابعة ليها استعدت لعيد الأضحى علشان يطلعوا أو ينزلوا كميات كبيرة جدا من الأضاحي بأسعار تنافسية، وطبعا تكون الجودة بتاعتها عالية. كمان الوزارة أكدت أنه انها مستمره يعني في حملاتها علشان تمر على اماكن بيع الاضاحي علشان تتاكد من صحه وسلامه الحيوانات وايواءها في اماكن مناسبه ولا لا، وتقدم لها تغذيه مناسبه ولا لا. كل ده بيتم من خلال الحملات اللي بتعملها وزاره الزراعه. كمان الهيئه العامه للخدمات البيطريه بوزاره الزراعه اكدت تجهيز 486 مجزر لحوم حكومي وخاص على مستوى الجمهورية لذبح الأضاحي خلال فترة العيد. وطبعا تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء العاملين طبعا بتفتيش على اللحوم. كمان يعني هيتم تلقي أي شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة مع التنسيق مع مباحث التموين والصحة لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم. عندنا خبر كمان برضو من الامتحانات الثانوية العامة، ودكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة أكد أن أعمال تقدير الدرجات مستمرة جدا ومتماشية مع الخطة الزمنية مظبوط، مع التأكيد على المصححين أن هم يراعوا الدقة والمراجعة لصالح الطلاب. وقال أن نسبة النجاح السنة دي هتكون أعلى من السنة اللي فاتت، وأن لسه التصحيح شغال في مواد زي مثلا علم النفس أو مواد الجيولوجيا ومواد
وماده الكيمياء يعني. نرجع تاني بقى لوزاره الصحه والسكان واللي بتحذر المواطنين من الافراط في تناول الادويه والفيتامينات بدون اي اشراف طبي بهدف الوقايه من الاصابه بفيروس كورونا، واكدت الوزاره ان ده بيمثل خطوره واضرار كبيره على صحه الانسان. يعني تعالوا نفكر ان احنا نعتمد على الحاجات الطبيعيه احسن، زي مثلا الليمون، الفلفل الاخضر، الالوان والفلفل الالوان يعني، والبرتقال والخضار بشكل عام مهم جدا جدا جدا. تعالوا نخلي الصحه اصلا احلى من غير ما نعتمد على الادويه، هيفرق جدا حتى كمان في الصحه العامه بعيدا عن موضوع مرض كورونا. يعني انت بتحافظ على صحتك، بتحافظ على بشرتك، بتحافظي على شعرك لما تاكلي خضار كويس جدا الى حد ما. في ناس بتكسل ومعظمنا بيكسروا فعشان كده بياخدوا الفيتامينات، وفي كمان افراط اصلا بيحصل عشان الخوف من الاصابه بفيروس كورونا. فعشان كده وزارة الصحة بتحذر ان انت تاخد باسراف شوية فكرة الادوية والفيتامينات يعني للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا. فالمطلوب ايه؟ المطلوب ان احنا نتغذى كويس، مطلوب ان احنا ناكل خضار او طبق سلطة حتى كل يوم. طبق سلطة ده فيه خيار، فيه فلفل، فيه طماطم، فيه فلفل الوان، فيه جزر، فيه بقدونس لو عرفت تحط، فيه شبت لو عرفت تحط، عرفت تحط جرجير يا ريت، اللي تقدر عليه كله كل يوم طبق السلطه لحد ما. لقيت نفسك مثلا لحد ما مش قادر النهارده، بكره مكسل، ان شاء الله حتى تاكل. يعني هقول لك ايه، لو مرتين في الاسبوع بس المهم ان انت تاكل كل خضار، كل فاكهه، الحاجات دي كلها. والله يعني طبق السلطه في اليوم ده المتكامل، العناصر كلها متكامله فيه، ده هيغنيك خالص ان انت تاكل، تاخد فيتامينات. مهم مهم قوي 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 ان انت تحافظ على نفسك، ان انت تحاول تاكل سلطه. تحاول، في ناس والله ما بتقدر بس لازم تحاول، هتغنيك تماما عن الادويه. عموما فكره الافراط اصلا في الادويه مش حلوه خالص خالص خالص.